ليه؟ هو انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ اهدي اهدي ونروح نقعد نتكلم في البيت وهفهمك كل حاجه. والله انت عارف انا حاسه بايه دلوقتي؟ عارف ولا مش عارف؟ ياسمين انا اسف، انا اسف والله ما كان قصدي. طلقني يا عمرو، طلقني لو سمحت، طلقني طلقني يا عمرو. انت ليك عين تيجي هنا بعد اللي حصل؟ ليلى خد اختك وادخلي جوه. بس يا ماما قلت لك خد اختك وادخلي جوه. خير؟ انا جاي اعتذر يا عمي، جاي اعتذر لك واعتذر لياسمين، موافق اعمل اي حاجه تخليني اكفر عن الذنب اللي عملته. ياسمين قالت لك انها عايزه تتطلق مش كده؟ وانا مقدر موقفها، عشان كده انا جاي اتكلم معاك. يا ريت نحل الموضوع بالعقل. حلو بالعقل ازاي؟ في بيت هيتخرب يا عمي، في عيل صغير حرام يتربى بعيد عن ابوه. خلينا نفكر في زين دلوقتي، ما نفكرش في نفسنا. أكيد أنت معايا في الكلام ده. أنت لسه فاكر إن أنت عندك عيل صغير والمفروض تعمل حسابه في كل خطوة قبل ما تعملها؟ كان فين العقل ده وأنت سايب مراتك هنا بتربي لك ابنك وأنت عايش هناك حياتك مبسوط وبتخونك؟ غلطة، غلطة، غلطة ودفعت ثمنها. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.